اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني يا إلهي، ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تحوجنا إلا إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في بقية شهر رمضان، واغفر لنا ما مضى منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور. اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وهمومنا ونور أبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، واجعلنا نورا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته، ولا حالا إلا صلحته. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم شجع فينا القرآن، وشجع فينا الصيام، وشجع فينا سيد الأنام، وشجع فينا سيد الأنام. يا حي يا قيوم،
نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ارطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم ارحمنا فإنك أنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وارطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم هون علينا جميعا سكرات الموت اللهم هون علينا جميعا سكرات الموت اللهم هون علينا جميعا سكرات الموت اللهم إنا لا نقوى على عذابك فلا تعذبنا اللهم إنا لا نقوى على عذابك فلا تعذبنا هذا ضعفنا ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك اللهم من كان في قبره يعذب فارفع عنه العذاب اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تحرمنا ثوابها ولا تحرمنا فضلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا برحمتك يا الله اغفر ذنوبنا يا الله استرنا يا الله استرنا يا الله لا تفضحنا يا الله تب علينا يا الله تجاوز عن سيئاتنا يا الله اشف أمراضنا يا الله ارحم أمواتنا يا الله استجب دعاءنا يا الله لا تخيب فيك رجاءنا يا الله اللهم استجب دعاءنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.